السلام عليكم، أهلين فيكم فيديو جديد. الفيديو هذا راح مسوي بس علشان البرنامج مفيد جدا جدا جدا. برنامج أتمنى أي شخص عنده أيباد لازم يحمله، حتى لو ما يحتاجه حمله. هو الحين صار مجاني لحق فترة محدودة، تقريبا أقل من 20 ساعة أصلا. يعني برفع لكم الفيديو وبقى تقريبا 18 ساعة، تقريبا أقل من يوم وراح يرجع بفلوس. البرنامج قيمته كانت 4.99 دولار، اللي هو بيكسل مودر، اللي هو البرنامج هذا. سوري على الليدي. برنامج موجود اللينك حقه تحت في الديسكريبشن، تقدر تحمله. أنصح أي شخص عنده آيباد، لازم على الآيباد، وآيبادك لازم يكون الآي أو إس 11 ونطالع، يعني من 11 12 13. جهازك مع الايوس 11 ما راح ينزل برنامج، اوكي؟ اسف، يعني لا تسالني او ينزل على الايباد 1 ايباد 2 ايباد 3. افتح واضغط على الرابط وحمله. ما تحتاجه، حمله وحذفه عشان يصير عندك مجانا على حسابك، اي وقت بعدين تحمله يكون مجانا على طول. فالبرنامج راح يرجع خلال اقل من 24 ساعه بفلوس. ف من اهميه البرنامج بالنسبه لي ما حطيتها بوست في اليوتيوب، قلت اسوي لكم فيديو عشان اي شخص يشوف الفيديو افضل من البوست. وإذا تعرف أي شخص عنده آيباد أرسل الفيديو هذا ويحمل البرنامج. البرنامج يشبه الفوتوشوب، آسف إني ما تكلمت عن ميزة البرنامج البداية. البرنامج كنفس الفوتوشوب، يعتبر إلى الآن أفضل من الفوتوشوب. الفوتوشوب إلى الآن في الآيباد ما بعد يسير كامل ميزاته. فبرنامج ممتاز، موجود في الماك ب$14 تقريبا، وصار عليه خصم 30%. أما في الآيباد مجاني لمدة 19 ساعة إلى الآن تقريبا. فحملوا الفيديو أو حملوا البرنامج، البرنامج موجود تحت في الوصف. بس السلام عليكم.